كل مكان وله قصة. يكتبها أهل المكان وناسه. مع الوقت تصير ذكريات بعد ما كانت تاريخ وحضارة نعيشها ونجربها مع اللي نحبهم. أسولف لكم أكثر عن تفاصيلها في جولة سياحية متنوعة. أنا نيلة جناحي وبرنامج هني في البحرين. من قلب المركز المالي الأسرع نمواً في الخليج، نرحب فيكم في جولة جديدة في هني في البحرين، وتحديداً من مشروع الواتر جاردن سيتي. موجودين في شريط المطاعم الطويل اللي يضم عدد كبير من المطاعم المتنوعة الخليجية والعربية والعالمية. الحلو في المشروع ان جميع المطاعم والكافيهات تتميز بإطلالة بانورامية بحرية. أما الحين متوقف معاكم حق وجبة الريوق في مطعم الكوفية ذو الطابع التراثي الفلسطيني اللي تم افتتاحه في ديسمبر عام 2020. مثل ما خبرتكم المطعم ذو طابع تراثي فلسطيني، والشيء الحلو أن معظم الأطباق المقدمة هي من التراث الفلسطيني، والأحلى من كذي أن تصميم المطعم أيضا من التراث الفلسطيني. من المشاريع المتميزة في ووتر جاردن سيتي هو كاني موتشي. كاني موتشي يبيعون عندهم آيس كريم ياباني، تم افتتاحه ككشك في الفعاليات في مختلف مناطق البحرين، وبعدها افتتحوا فرعهم الأول في ووتر جاردن عام 2019. طبعاً حالياً عندهم فرعين، وتقدرون تستمتعون بالنكهات المختلفة الموجودة عندهم. بعد ما تستمتعون بوجباتكم، تقدرون أن تأخذون رحلة في القارب وتشوفون البحر في الواتر جاردن سيتي. Thank you.
وجهة الترفيه والتسوق الأبرز في مملكة البحرين واللي تستقطب 14 مليون زائر سنوياً. جولتنا التالية راح تكون في مجمع السيتي سنتر. عقب ما خلصنا فرارة في السيتي، خلي أقول لكم كم معلومة على السريع عن هالمجمع. السيتي سنتر افتتحوه في عام 2008 ويتكون من 3 طوابق. عدد المحلات التجارية فيه 340 محل، وهاي أكثر شيء يخليني أحبه أن يمديني أحصل كل شيء أحتاجه في مكان واحد. وعلى فكرة ترى فيه أكثر من 60 مطعم، وحق أي حد بيجي من برا البحرين ترى المجمع فيه فندقين. يعتبر مجمع السيتي سنتر من أوائل المجمعات التجارية اللي افتتحت أبوابها في مملكة البحرين، ويقع في قلب العاصمة المنامة. من أمتع المراكز الترفيهية العائلية اللي موجودة في السيتي سنتر هي الماجيك بلانت. تعالوا معنا نستمتع مع بعض. لمحبين الإثارة والمغامرة تقدرون أن أنتم تجربون إسكيب كود اللي موجودين في مجمع السيتي سنتر، وأنا بجربها معاكم. تعالوا معي. إحنا الحين مقفول علينا في الغرفة، فلازم ندور كل الأشياء اللي توصلنا للحل اللي خلينا نطلع. تعال. مساحة زين، تتوقعون لي شنو ممكن اسوي فيه؟ الكرسي ليش موجود؟ معقولة خلصت اللعبة؟ طبعاً هذه غرفة Game of Thrones، طبعاً عندهم غرف وايد، أنصحكم نتيون تجربونها.
وقفتنا التالية راح تكون في مجمع البالكون اللي موجود في قلب المنامة، وتم افتتاحه في عام 2020 ويحمل علامات تجارية مختلفة. بما أن احنا موجودين في مجمع ذا بالكون، فقررت أتقهوى في بلاك دروب، وهو كافيه مخصص للقهوة المتخصصة، وعندهم فروع مختلفة حول مملكة البحرين. اللي يميز بلاك دروب ان عندهم خدمه التوزيع والعرض في المناسبات الخاصه والعامه. ومن وسط مجمع البلكون مع احد مشاريع البحرينيه اللي نفتخر فيها، وقفتنا التاليه بتكون مع كب كيك بوتيك. يقدم أنواع مختلفة من الكيك مستوحاة من مطابخ عالمية، وتم افتتاح أول فرع لهم في عام 2018. وقفتنا التالية بتكون في مجمع الكورتيارد اللي يوفر لكم تجربة مغايرة من التسوق والترفيه. يحتوي أيضاً المجمع على برج سكني يتكون من 20 طابق ويضم 100 وحدة سكنية، وتم افتتاحه في عام 2020. غريك ستريت ميكونوس هو مطعم يوناني يقدم لكم أطباق يونانية وأيضاً منتجات يونانية مستوردة وملابس وأكسسوارات مختلفة. ممكن تزورونا في مجمع The Courtyard. مثل ما تعرفون، منطقة ضحية السيف مشهورة بالكافيهات المختصة بالقهوة، واليوم قررنا أن ناخذ قهوتنا من كافيه بلانك. حياكم. اللي يميز بلانك كافيه انهم يقدمون القهوة المختصة، وتم افتتاح فرعهم في مارس عام 2020. Thank you.
أما جولتنا الأخيرة لليوم راح تكون مع مافريك سنتر والخيل على بحر ضاحية السيف. أما الحين خلوني أستمتع بمنظر الغروب ونلقاكم في حلقة جديدة من هني في البحرين.